التقيت مؤخرا برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع مجموعة من الفنانين. نعم. شنو كان سبب اللقاء وشنو اللي دار بينكم؟ احنا يعني تعرف موظفين في دائرة السينما والمسرح، واكو يمكن اهمال كبير يعني للفنان بشكل عام ودائرة السينما والمسرح، فاتفقنا انه ما نحتفل في يوم المسرح العالمي ويكون عندنا سرقة احتجاج لكل الفنانين، نروح امام مجلس الوزراء. نعم. واتفقنا على هذا الموضوع ونزلنا فيديوهات كثير من فنانيننا ونجومنا. نعم. نزلنا فيديوهات، اجانا اتصال من دائرة السينما والمسرح عن طريق الاخ احمد حسن موسى صديقنا مدير عام دائرة السينما والمسرح. نعم. قال يا بابا اتصلوا بينا، الظاهر شايفين الفيديوهات. نعم. معناها هم يتابعون يعني، اكيد يتابعون. وقالوا السيد رئيس الوزراء يريد يشوفكم. واختاروا 5 فنانين الحقيقه، استاذ الفنان الكبير عزيز خيون، الفنان الكبير استاذ فلاح ابراهيم، الفنان الكبير الاء حسين. نعم. الفنان الكبير اياد الطائي واني والاخ احمد حسن موسى. نعم. دكتور احمد حسن موسى، والتقينا بالرجل يعني رحب بينا ووعدنا خير، ولحد الان من يعني ما نفذ منفذ شيء، فنشوف مستقبلا يعني. اذا ما نفذ ونفذ اكيد هم راح نحتاج وكذا، الى ان يطون الفنان يطون يعني حق حق الفنان. لكنه هو الحقيقه كان احكي لك شخص لطيف وتحدث بسلاسه وببساطه وما اعرف يعني الان سياسي وجهك يعني له. هو الموضوع المستغرب انه هو رجل اعلامي، هو قبل ما يكون رئيس. نعم. كان رجل اعلامي. نعم. يعني. نعم. فالغريب انه ما يعني ما اضاف شيء للاعلام. كان ايضا السيد وزير الثقافه حاضر ويعني وعدونا خير، وبعد من يعني لحد الان لم يعني